الو ايش تبي؟ كاشخ طول عمري كاشخ، صاير حلو؟ من زمان انا حلو، خبل انت؟ قاعد اصور يا اخي، اقول لك قاعد اصور. يلا يلا زين فكنا يلا يلا. اي والله يقول لي كاشخ، من زمان كاشخ، بس اليوم غير. اليوم جاي اقول لكم ان الزين عند منو؟ الزين عند كاكول المتحده. اليوم كاشخ لكم منهم، وتخيلوا انهم موجودين عندنا بالكويت من سنة 1946، يعني ابداع اكثر من 77 سنة. حق الشباب اللي يبون خامات حلوة، خامات راقية، ترى عندهم ارقى انواع الاقمشة، راح يعجبونك. وعلى فكرة هم مو بس محلات تبيع اقمشة، هم يعتبرون مركز للمصممين والمبدعين، واليوم انا وياكم نحتفل فيهم كمبدعين بمجال الاقمشة والرواد لمدة 77 سنة، وبعشر افرع منتشرين بكل مناطق الكويت، وبتحصلون عندهم افضل انواع الاقمشة، الكشميرية والاوروبية واليابانية بعد. وش اخباري الواحد يروح المحل علشان يشتري خام؟ لا يا حبيبي، كاكول المتحدة غير. بكل بساطة تدشون موقعهم وتطلبون اللي تبونه، وكل شيء يوصل لكم ليه عند باب البيت، وراح احط لكم موقعهم وكل معلوماتهم تحت بصندوق الوصف. والزين عند منو ما اسمع؟ عدل، عند كاكول المتحدة. قصتنا اليوم غير، قصتنا اليوم من كتاب مذكرات مدعي عام للمدعي العام البحريني عيسى بخوة. أول شيء وبداية قصتنا بقول لكم أن الشخصيات اللي موجودين بهالقصة شخصيات مجهولة، مو مجهولة يعني مو موجودين، لا لا، مجهولة يعني أساميهم مو مكتوبة، حاطين لهم أحرف، لكن من كثر ما القصة قوية ما قدرت أخشها عنكم، بقولها لكم. فراح أحط أنا أسامي الشخصيات من عندي علشان لا يجيني واحد بعدين ويقول لي شلون قلت هالجريمة باسم هالشخص وهالشخص اسمه غير. لا لا، الأسامي مو موجودة، وإحنا اللي راح نحط الأسامي. فيلا الحين تعالوا معاي لنشرب قليلا من الماء المنعش. الحمد لله، ونبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا صارت بمنتصف السبعينات بمملكة البحرين الحبيبة، في مواطن بحريني اسمه راشد تزوج بنت هندية من الجنسية الهندية، وكانت هالزوجة طيبة محترمة، على قولتهم تقدس الحياة الزوجية، وحتى راشد بادلها نفس الشيء. حلوة بادلها صح؟ ترى يطلع مني، والله يطلع مني، بس انت صبروا علي. راشد نفس الطريقة هم كان يقدس الحياة بينهم، كان يحبها ويحترمها وما يرفض لها أي طلب، وهالشيء انعكس على حياتهم، وكانت حياتهم مستقرة. وبسبة هالاستقرار بينهم والحب الكبير صار عندهم أربع عيال، بنتين وولدين. لكن للأسف ماكو شيء يتم على حاله، بعد حوالي 14 سنة من زواجهم بالأخير تطلقوا. أياً كانت الأسباب، صارت مشاكل، ما حسوا إنهم متوافقين. إذا بعد 14 سنة مو حاسين إنهم متوافقين متى بيحسون؟ المهم إنه صار بينهم شيء وتطلقوا بعد 14 سنة. لكن راشد هالزوج الطيب حفظ حقوق زوجته وصان العشرة اللي بينهم، وخلاها تسكن إيه وعيالها وعيالها طبعاً بنفس البيت اللي هو ساكن فيه. يعني بعد ما طلقها ما طردها من البيت، خذاله جزء صغير من البيت وسكن فيه، وباقي البيت عطاه حق طليقته الهندية وعياله، وقعدوا مع بعض على هالحالة لمدة 3 سنوات بعيد عن عياله عاطفياً، مو معاهم لكن قريب ومعاهم بنفس المكان، كان يشرف على تربيتهم. للحين الأمور كلها طيبة، ولما فارس يقول لكم للحين الأمور كلها طيبة شنو يعني؟ يعني أكيد في مصيبة جاية. هي مو مصيبة، بتبلش المصايب. بيوم من الأيام بعد 3 سنوات من طلاقهم، راشد راح وياب خادمة فلبينية علشان تساعده بالبيت، وما يقدر يغسل وينظف ويطبخ ويسوي كل هذا، فياب خادمة فلبينية علشان تساعده بشغل البيت، تنظف له وتطبخ له وتضبط له البيت. والخادمة هذه كانت محترمة وايد زينة، كانت تخدمه وتسهر على راحته، يعني على قولتهم وفرت له كل أسباب الراحة بالبيت، كل الأشياء اللي فقدها بال3 سنوات الأخيرة حصلها عندها الخادمة. وأبد ما طولت عنده، ما صار لها أسبوع من دخلت البيت على طول راشد عرض عليها الزواج، قال لها يبا تعالي، احنا قاعدين ببيت واحد وانا عزوبي والناس يتكلمون وجدام عيالي انت داشة وطالعة، ايش رايك نتزوج على سنة الله ورسوله علشان يكون وجودك بالبيت شرعي جدام رب العالمين وأخلاقي جدام عيالي، وهم علشان الجيران لا يتكلمون. قلبك عامر بالإيمان يا راشد، بعد قول حبيتها وتبي تتزوجها، ايش حق اللف وندور. المهم راشد وهالخادمة الفلبينية أخيراً تزوجوا،
وافقت فتزوجوا على طول. وبأول سنة زواج لهم ياب من الفلبينية بنت، وثق الروابط الأسرية بينهم، وعاش مع زوجته الفلبينية وبنته لمدة 6 سنوات. بالسنة 7 لزواج راشد من الفلبينية كانوا ناطرين مولود جديد، وقام يزيد الشغل على زوجته وعندها بنت وحامل بتيب ياهل بعد غير شغل البيت، ففكروا انهم يبون احد يساعدهم بالبيت، يعني يبون خادمة علشان تساعدهم. فراشد راح قام يدور له على خادمة، وهو قاعد يدور فجأة تذكر اخته. بيبخته تخدم؟ لا راح تطقوني كذي اذا قلت. تكلم مستعيلين اتذكر ان اخته عندها خادمة اثيوبية ما كانت منسجمة معاها، موجودة عندها بس مو منسجمين مع بعض، في مشاكل بينهم، مشاكلهم كلها على شغل البيت. فأخته قايلة من زمان أنها ما تبيها، فراح راشد حق أخته وقال لها أنا أخذها منك. وفعلا أخذ الخادمة اللي عند أخته الأثيوبية ويابها عند البيت. ووصلت هالخادمة مع مولود راشد الجديد، وكانت بنت. فجأة البيت انترس ومكانه صغير، هو والخادمة وزوجته الفلبينية وبنتين، وايد ثقافات بحريني وفلبينية وأثيوبية. لكن مع كل هالاختلافات عاشوا مع بعض لمدة 5 أشهر بكل حب وأمان. كانت الحياة من أحلى ما يكون، لكن لمدة 5 أشهر بس من وصول الخادمة الأثيوبية. الخادمة الأثيوبية بهال5 أشهر غرست ريولها بالبيت وعرفت كل أسراره وخفاياه، تقربت من راشد وعرفت أن الفلبينية كانت أساساً خادمة عنده، ظاهر عندها نقال علوم، عرفت كل شيء. فزوجته الفلبينية شافت أن وضعها غريب وقاعد تتقرب من راشد، فبدت تغير منها وقامت تغير معاملتها معاها. بعدها بدت المشاكل بينهم، قاموا يرفعون صوتهم على بعض، لا كل يوم في سالفة بينهم. فراشد عرف بهالموضوع، عرف أن هالثنتين زوجته الفلبينية والأثيوبية كل يوم بينهم مشاكل، فالمسكين ما يدري شو يسوي. كل ما تصير مشكلة بينهم يدخله بالنص ويحلها، يهدي هذه شوي ويهدي هذه شوي، يحاول يمتص الغضب اللي فيهم. لكن كل ما يحل مشكلة بينهم تطلع مشكلة ثانية أكبر، ويحل المشكلة ويردهم مرة ثانية يتخانقهم مع بعض. ومن طريقة النقاشات بينهم كان واضح أن زوجته الفلبينية كانت خايفة أن الخادمة الأثيوبية تسيطر على البيت، وكانت خايفة أنها تتهمش أو أنها تخلي راشد يطلقها. فكانت تقول بينها وبين نفسها مثل ما تزوجني يمكن يتزوجها بعد، والله هم أنا أقول راشد يسويها راشد. هذا كان تفكير الزوجة الفلبينية. أما الخادمة الأثيوبية فما كانت تطلب شيء، كانت بس تبي أن هالزوجة هذه تعاملها بطريقة إنسانية، تعاملها باحترام، كانت هذه طلباتها. لكن هم هي بعد شوي شيطانة، كانت دائما تقول لها أنت المفروض أكثر واحدة تحسين فيني، وانت كنتي خادمة قبل، لا تشوفين نفسك علي الحين، ترى حالك من حالي، الفرق الوحيد انه هو تزوجك بس. وبين هذه وهذه راشد ابتلش توهق، وصل لمرحلة مو قادر يحل الخلافات بينهم. هذا غير وضع المادي، لو وضع المادي كان زين كان سفر الخادمة الأثيوبية وخلص منها، لكن الحبيب ما كان مسلمها راتبها لمدة 4 أشهر، وإذا بسفرها لازم يحجز لها تذكرة سفر، وهم ما عنده فلوس التذكرة، يعني لا عنده يدفع لها 4 أشهر ولا عنده فلوس التذكرة علشان يسفرها. فقال حق زوجته الفلبينية، قال له يبا أهدي عليها شوي، وأنا أول ما يصير عندي فلوس ندفع لها ال4 رواتب ونسفرها على طول. هني الخادمة الأثيوبية بهالفترة هذه خلاص زهقت، طقت جبدها، خلاص ما تتحمل، كل يوم هذه تحتقرها وتذلها وتهينها، وكل ما هذه تسوي فيها كذي الأثيوبية تكرهها أكثر وأكثر وتحقد عليها أكثر وأكثر. فكانت تحس أنها مظلومة، كانت تحس أن حقوقها كلها ضايعة، حتى حقها الإنساني بالمعاملة الزينة ما قاعدة تحصله بهالبيت، خصوصا من هذه الزوجة الفلبينية. فكانت بين فترة وفترة تكتب رسائل حق أختها اللي كانت عايشة بوحدة من دول الخليج، وهم كانت تكتب رسائل حق أهلها اللي بأثيوبيا، على قولتهم يعني كانت تفضفض لهم، تطلع اللي بقلبها شوي. فكانت دايماً برسائلها تشتكي لهم من المعاملة السيئة اللي تعاملها فيها هالزوجة الفلبينية والوضع اللي قاعدة تعيشها معاها. وأكثر من مرة كتبت أنها تتمنى أنها تغمض وتفتح وما تلقى نفسها بهالبيت، أو لو شوية الظروف تخدمها وترجع ديرتها مرة ثانية، هي أساساً تبي الفكة منهم.
لكن بكذا رسالة ما أخفت مشاعرها تجاه الفلبينية، فاكتبت بصريح العبارة وقالت حق اختها بواحدة من الرسائل أنها إذا لقت أي وسيلة علشان تقتل فيها هالفلبينية فراح تقتلها بدون أي تردد. قالت حق اختها إذا حصلت لي فرصة واقتلها راح أقتلها، يعني راح أقتلها، ما راح أخليها وما راح أتردد أصلا. لكن اختها كانت دائما تهديها وتقول لها يبا قدامك حياة، صبري وهذا كله بيخلص، لا تتهورين وتسوين هالشغلة. فكانت يعني دائما تهديها، لكن نية القتل ظلت تكبر بداخلها. لا، الوضع الحين تغير، قامت تفكر بهالموضوع كل يوم، وبكل رسالة تكتبها حق اختها تذكر فيها هالموضوع انها تبي تقتلها، لغاية ما يوم من الايام توصلت حق قرارها النهائي. قالت خلاص انا راح اقتلها، ووصت اختها انها تتسامح من امها وابوها وتقول لهم سامحوني ما راح اقدر ارجع لكم مرة ثانية. فخلاص فكرة القتل صارت بمخها وتبي تاخذ ثارها من هالفلبينية بسبة الظلم اللي تعرضت له منها. الانتقام الحين صار عندها وهو رغبتها الأساسية، فما راح تهدى إلا لما تنفذ اللي براسها. بعلم النفس يقول لك إن رغبة الانتقام القوية بالعادة تتولد من التكوين النفسي والاجتماعي والثقافي والعقائدي المنحرف والمشوه، ويتطور بالأوهام والهواجس والظنون لغاية ما يوصل لمرحلة القتل. والشخص المنتقم يتخيل أن تصرفه العدواني هذا اللي سواه ارتكاب جريمة القتل هو شيء مشروع أو حق مشروع، وأن اللي سواه يعتبر عدالة. يعني بالعربي الشخص اللي يبي ينتقم يكون تكوين النفسي والاجتماعي والثقافي والعقائدي منحرف مو مضبوط، ويزيد فوقهم أوهام ويتخيل أشياء ما صارت، إن فلان أكيد يكرهني أكيد بيسوي لي كذي، يعني هالأوهام هذه، لغاية ما كل هالأشياء هذه توصل لمرحلة القتل علشان ينتقم من هالشخص ويعتبر هالشيء اللي سواه وهو الصح وإنه حقق العدالة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. فخططت هالخادمة علشان تقتل الفلبينية، خلاص تبي تنفذ جريمتها، وقامت تنطر الفرصة المناسبة علشان تنهي معاناتها من هالمرة هذه. على حسب كلامها بعرفت ان الزوج اللي هو راشد راح يروح المستشفى وراح يغيب عن البيت لمدة 3 أيام تقريبا، اقل شيء 3 أيام. فجهزت نفسها حق هالفرصة اللي ما كانت تبيها تضيع من ايدها، وفعلا طلع الزوج من البيت الساعة 7 الصبح رايح المستشفى، وترك البيت وراه كان هادي، كان في شوية مناوشات بينهم، الوضع هدى شوي. بنفس اليوم اللي هو راح فيه المستشفى صارت مشكلة خفيفة بينهم، بين الأثيوبية والفلبينية، لكن هالمشكلة انتهت بسرعة. فراحت الخادمة الأثيوبية غرفة بنتهم الصغيرة، سوت لها الفطور وقعدت عندها لغاية ما نامت نومة الطفلة. هني الزوجة الفلبينية كانت قاعدة بالصالة وقاعدة تطالع التلفزيون ومادة ريولها على الطاولة، يعني مريحة آخر راحة. هيات الخادمة الأثيوبية من وراها شوي شوي بدون ما تحس، وكانت بيدها مطرقة، والمطرقة هذه كانت شاريتها من قبل أسبوع وخاشتها علشان هاليوم. فراحت وراها شوي شوي بهالمطرقة، وأول ما وصلت عندها أو وراها أرفعت يدها وطقتها طقة بوسط راسها، وبعدها ضربتها أكثر من ضربة على راسها، طشرت دمها بالصالة كلها. أنتوا عبالكم كذي خلصت؟ لا يا حبيبي ما خلصت، اللي صار ما طيب خاطرها، ما أشفى غليلها. فسحبت الفلبينية ودخلتها الحمام. هي أول شيء الأثيوبية فسخت ملابسها وظلت بالملابس الداخلية، بعدها انزعت ملابس الجثة، جثة الفلبينية، خلتها بدون ملابس، جهزت الجثة وجهزت نفسها حق اللي بتسوي. فراحت المطبخ ويابت سكينتين وبدت تقطع جثتها، أول شيء فصلت الرأس عن الجسم، بعدها شقت صدرها وطلعت قلبها بيدينها، بعدها فصلت يدينها الثنتين، وبعدين راحت حق الريول هم قطعتهم، وكانت كل جزء تقطعه على طول تقطه بالغسالة اللي موجودة بالحمام، تقص وتقط بالغسالة يوم التنظيف العالمي. زين ليش بالغسالة؟ تشتغلان بمصبغة خبل انتي. طبعا كانت وايد مستانسة وايد حاسة انها انتصرت، كانت حاسة كذي بنشوة الانتصار، لكن هالنشوة هذه ما طولت. فجأة سمعت صوت الباب، في احد قاعد يطق الباب، فراحت شافت من العين السحرية فلقيت راشد واقف عند الباب. مو راشد كان رايح المستشفى،
راشد كان بالمستشفى وكان رايح بيسوي عملية، لكن ما كان في أسرة كافية فأجلوا له العملية، وعلشان كذي رجع البيت. فهي انصدمت أن راشد هو اللي واقف عند الباب، وتخيلوا أنها على وضعها ونفس ما هي ملابسها الداخلية وغرقانة دم، افتحت الباب حق راشد. راشد هني انصدم، هذه ملابسة وكلها دم، ايش صاير؟ خذالة كذي 15-20 ثانية ساكت ما يدري شي يقول. بعدها سألها انت ايش فيك؟ فردت عليه وقالت له اني انا قتلت زوجتك، وعادت عليها الجملة اكثر من مرة. فعلى طول راح ركض لغرفة النوم يبي يشوف شنو صاير، لكن الاثيوبية لحقته وقاعدة تحاول انها تمنعه. هني راشد قام يترجاها، الله يخليك خليني اشوف بنتي بس بطمن على بنتي. فقالت لك هي هناك نايمة، وفعلا راح وشافها ولقاها نايمة وتطمن عليها. بعدها سألها مرة ثانية عن زوجته، فقالت له انت ما تفهم، اقول لك انا قتلتها، واشرت لها الحمام. حاول راشد انه يدخل الحمام لكنها صدته ما سمحت له، فقعد يترجاها ويساحلها علشان بس تخليه يروح يشوف، وفعلا خلته. وأول ما وصل عند باب الحمام شاف المنظر اللي ما راح ينساه طول حياته، شافها على الأرض مقطعة وأرضية الحمام كلها دم. من الخوف اللي حاشه لف وجهه عن الجثة وما قدر يرجع يشوفها مرة ثانية، أصلا داخ كان راح يغمى عليه لو أنا كان طايح يمها. وتخيلوا بعد ما شاف هالمنظر طلع من البيت ركض، حتى بنته هدى. هني الخادمة الأثيوبية حاولت أنها توقفه، ما تبي يطلع برا يفضحها، الجيران راح يعرفون موضوعها، هذا كله راح ينكشف، هي كانت مخططة. لكن راشد كان أسرع منها، فعلى طول طلع من البيت، وأول ما طلع راشد ركضت وراء الخادمة، على طول قفلت الباب وقامت تنظف الشقة من الدم، وراحت غيرت ملابسها علشان تنحاش من البيت. هني راشد أول ما طلع شاف جارة قاعد بسيارته، فعلى طول طلب منه أنه يساعده، وقال له بسرعة ودني مركز الشرطة علشان أسجل بلاغ بقتل زوجتي، خادمتنا الأثيوبية اقتلت زوجتي وقطعتها. وفعلا راحوا مركز الشرطة وسجل البلاغ، وطلعوا الشرطة وراحوا بيت راشد. فأول ما وصلوا الشرطة طقوا باب البيت، لكن الخادمة ما كانت ترد عليهم، طنشتهم، طقوا الباب بشكل أقوى، هم الأخت مطنشة. فاضطروا رجال الأمن أنهم يلاقون لهم مدخل ثاني علشان يدخلون البيت. كانوا ملاحظين أن الخادمة واقفة عند الشباك وقاعدة تراقبهم، يصرخون عليها وما ترد عليهم، وكلهم كانوا خايفين أن الخادمة تتوجه للطفلة، وهالطفلة نايمة بغرفة النوم، يمكن تقتلها، يمكن تأخذها رهينة، ما يدرون شنو ممكن أنها تسوي فيها. كان تركيز رجال الشرطة على هالبنت اللي بالغرفة، ولازم يسبقون تفكير هالخادمة علشان ما ترتكب جريمة ثانية. وبالفعل قدر واحد من رجال الشرطة أنه يدخل من الشباك، كان في شباك مفتوح، وفتح الباب حق باقي أفراد الشرطة، فدخلوا على طول وألقوا القبض على الخادمة. ولما راحوا شافوا الطفلة لقوها الحمد لله بأمان، ما فيها ولا شيء. تخيلوا أن الأثيوبية ما كانت خايفة، أطلعت معاهم بكل هدوء. ولما سألوها بالتحقيق ليش كنتي هادية ومو هامة شيء لما ألقينا القبض عليك، قالت لهم بالنسبة لي أحسن لكم تلقون القبض علي ولا يذبحوني أهل المنطقة، لو صايديني كان مقطعيني. والتحقيق معاها ما وصلهم حق شيء، كل اللي كانت تقوله إن دافعها للقتل هو الانتقام، وإنها خططت عدل قبل لا تنفذ هالجريمة. واكتبت حق أهلها رسالة قالت فيها إنها راح تعترف بكل شيء، وإنها مو ندمانة على أي شيء سوته. هي أساساً كان ببالها بما أن عمرها 20 سنة راح تتعاقب، تقضي عقوبتها بالسجن، وبعدها تطلع من السجن وترجع حق أهلها. لكن اللي سوته كان شيء وايد وحشي، فبمحاكمتها تم الحكم عليها بالإعدام، وبعد كم سنة تم تنفيذ الحكم. أنا ما أدري ليش سوت فيها كل هذا، كان في عندها 1000 طريقة وطريقة علشان تتخلص منهم، أقلها أني أنحاش من هالبيت، أروح سفارتي، أروح مركز الشرطة أشتكي عليهم مو معطيني معاشي وقاعد يأذوني. في وايد حلول، لكنها اختارت الحل الغلط، اختارت حل المفروض ما يجي على بالها أصلا. علشان كذي المفروض إحنا بكل مشكلة تصير لنا ونحاول ندور لها حلول، أول شيء لازم نفكر فيه أن الحل هذا هل راح يرضي رب العالمين ولا لا. هذا راح يكون مفتاحك، إذا كان يرضي رب العالمين روح وانت مغمض، رب العالمين راح يوافقك. أما إذا شفت أنه 1% ما يرضي الله سبحانه وتعالى فوخر عنه على طول، دائما مشاكلنا لها أكثر من حل، لازم نلاقي الحل اللي يناسبنا، الحل اللي حافظ علينا، الحل اللي ما يخلينا مجرمين، الحل اللي ما يخلينا نأذي الناس. ليش أنا أنتقم؟ ليش أنا أأذي شخص؟ ليش أنا أظلم شخص؟ كحل يعني. فأبسط طريقة علشان لا نأذي نفسنا، لاحظوني شنو قلت، ما نأذي نفسنا،
لأن أنت لما تقتل شخص أو تسرق من شخص أو تأذي شخص، ترى أنت بالبداية مو بالنهاية أذيت نفسك، راح تتعاقب وراح تتحاكم وراح تصير لك مليون مشكلة غير المشكلة اللي أنت جاي تحلها أساساً وما حليتها. فدائماً فكروا بالحل العقلاني، دائماً فكروا بالحل اللي يرضي رب العالمين. زين يبا؟ زين يبا. طفى الليت والليت هذا فوق، يعني لازم أصعد عشان أبطلع. شوفوا إيش كثر أتعب كذي ولا طايح. الله، افتح يا سمسم. أوكي، Thank you. الزين عند منو؟ عند كاكولي. شوفوا كاشخ لكم اليوم. سناقة ناخذها نقطعها عند سناقة، ايش رايكم؟ يا ماتت شلون نوديها حق سناقة؟ بعدين هي بالسبعينات، ناخذ سناقة نودي عندها، خلي تقطعها إرباً إرباً. قاعد اقول لكم يطلع مني كلام بس انتم ما تعطوني فرصة. إرباً إرباً، اعرف يلو يسلم عليكم وايد ويقول لكم احبكم وايد وايد وايد. بعد راشد همنت الله يهداك مسوي لي الامم المتحده عندك بالبيت، جايب من كل بستان ورده. ليش كذي مجمع الدنيا عندك؟ رئيس الجلسه انت، الله يهداك. بس ولهنا وصلنا حق نهايه قصتنا اليوم، اتمنى اني وصلتها لكم بطريقه عجبتكم. اذا كنت اول مره تشوفني لا تنسى الاشتراك بالقناه، واذا كنتم من رابع حبايب القدم لا تنسون اللايك وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل شيء اول باول، تصيرون من جيش الاشعارات. وبالنهايه اقول لكم احبكم وايد وايد وايد، يعطيكم الصحه والعافيه. كان معكم اخوكم فارس عاشور، مع السلامه. اعطوني لمه سريعه يلا.